بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، مولاي الإمام الحسين عليه السلام، زيارة مني ونيابة عن صاحب العصر والزمان، ونيابة عن والدي ووالدي والدي وإخوتي وأخواتي وأصدقائي وجيراني وجميع من قلدنا الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم
بصركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. أزور علي بن الحسين عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين، فلعن الله أمة قتلت وأبروا إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة. أزور الشهداء السعداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فافوز معكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور، يا ملين الحديد لداود، صل على محمد وآل محمد. اللهم فك كل أسير
وارجعه إلى أهله سالما غانما. اللهم رد كل غريب، اللهم شافي كل مريض، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.